شي دير لك الوالد ما تزاي تلست يا امان تاي بخافنا الدار ياسا تلست يا عندنا شي حاجه الوالد ما تزاي لست يا امان كل حاجتك مقروت امان دايم كنت لست من دايا تلست يا قلنا الاورا خفنا بس تلست يا عندي جو فوق يا فارس ضيعنا تلست انا اقول عليك ايش فيه البنس كان نيك خفنا تفلزار Azona Telostia. What do you think about this festival? Passion Blade had the best group in Malta. Telostia, Telostia. Telostia. Hafna heavy metal, Alan al Bait. Malta safe, smoke, Malta safe. Telostia. Organizataya Fafna. Zibel. In Hobbo Hafna. Kin Telostia, this is second battle champion groups. Kin our band safe in Hafna. Champion groups. Tara comment, regard the Malta safe. جايك من مالتا سايف هذه السنة؟ إيه مالتا سايف هذه السنة إذا اللي عفنا أجابهم وعفنا كريتيكا وزا دائما يصير شي حاجة كريتيكا وشي حاجة اللي يفكر. الأوبينيون تيك شنو هي؟ الأوبينيون تيك نورمالمون تحسب اللي دائما أمزون اللي نزيدوا في الأورجانيزاسيوني فرصة يكون شي حاجة اللي يبدا يهرب متى يسالز من المالتا سايف أما ما يمبورتاش نسبة ليا ونرانجاو. لا حاجة أمزون اللي نبقاو كالمي وما نقعدوش. شامبيون جروبس. جاي من مالتا صايف ينحسب اللي فلا انزيها اخرى اللي تا اورجانيزاسيوني نحسب من الشا جاي لك من التراب تاع السنة التراب هو توتالمنت اورور لا الهيفي ميتال يحبوه خليهم يدقوه ما حبوش عجبنا هافنا واشهد فيها تشير شامبيون جروبس ترى كم هما هالوين اتفال تالوم هالوين هافنا فرحانين بالشيء وتحسب للموسيقى روك هي موسيقى قوية ايوه ودق عليها تحسب لي موسيقى تاع الباز تاع الباز مش دايم مش دايم جفيري لا تقعد سنة تكلمنا معكم جفيري انت عندنا شي حاجة طيب صافي خفنا الكونسرت تلوستيا